hi everyone today i'm going to speak about sensitive emollient care this product is dedicated to people whom they have dry to atopic skin first of all how do you know if you have an atopic skin how to recognize atopic skin and then what the benefits of this product so atopic dermatitis is an inflammatory skin disease characterized by an extreme dryness of the skin and red patches often covered with small vesicles and small blisters causing an intense itching. So emollient sensitivity cure provide immediate skin comfort. All the active ingredients present in this formula have been selected for their perfect tolerance. They moisturize and they suit the sensation of itching and tightness. Uh, and finally, from my own experience, I started applying this product for three days ago and actually I found the uh, visible.

دي ديال الناس اللي عندهم لابو فيها واحد البلايس كيكونوا ناشفين في الاغلب كتكون ناشفه وهذيك البلاصه اللي كتكون ناشفه كتكون فيها بحال كتجيب الحكه ابري مني بنادم كتجي الحكه كتخلي واحد بحال كيكونوا بقع حمرين وهديك وهذيك ال... هاد سو ال... ديزون كتقدر كتقدر تضيع في لابو ديال الانسان سو هاد هاد لو برودوي هذا لاش كيلاق كيلاقي ايدغاتي لان سبب هذيك أه هذيك الحكه هي النشوفيه دونك هاد لو برودوي هذا انا دابري التجربه ديالي حيت عندي هاد هاد المشكل هذا مي هاد لو برودوي هذا ابري ماما جربته كي وفي نفس الوقت كي زي مزيان هذوك البلايص اللي, اللي كتجي فيهم الحكه دونك من بعد الاستعمال ديالو واحد المده ما, ما كتبقاش ديك الحكه ولا بو ديالنا كتبقى ميدغاتي مزيان سو so انا كنغومونديه الناس وبزاف ديال الناس اللي عندهم هاد المشكل هذا دونك سورتو هاد الوقيته ديال ملي غيبدا دي يبرد الحال دونك فوق في البداية ديال الخريف وفي الشتاء دونك انا كنغومونديه اي واحد عنده هاد المشكل هذا ياخذ هذا في هذا في الاستعمال ديالو صافي على خير ان شاء الله حصل لشي فيديو جايه مع برودوي اخر